مشاهدينا عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، يتجدد معكم لقاؤنا الأسبوعي ونبدأه بأبرز العناوين. احتفاء بالرئيس الهنغاري، أمسية روحية بعنوان الأردن بلد السلام. الرهبانة الوردية في عمان تقيم مهرجان الفرح لشبيبتها في المملكة. الدكتورة باسمة السمعان تحاضر في مراحل نشوء الإعلام الديني في المركز المسكوني. كنيسة القديس شربل للموارنة في عمان ضمن حلقات كنيستي. نورسات تنظم بازار الرحمة الثالث في مطلع الشهر المقبل. أهلاً بكم، ترحيباً بضيف الأردن فخامة رئيس دولة هنغاريا يانوش أدير. أقامت البطريركية اللاتينية وجوقة ينبوع المحبة والكاريتاس الأردنية أمسية روحية بعنوان الأردن بلد السلام، وذلك في كنيسة سيدة البشارة في جبل الويبدة. إلى التفاصيل. على هامش زيارته الرسمية مؤخراً لعمان، حضر الرئيس الهنغاري يانوش أدير وعقيلته أمسية روحية قدمتها جوقة ينبوع المحبة بتنظيم من جمعية الكاريتاس الأردنية وبالتعاون مع بطركية القدس للاتين. وشملت الأمسية التي حضرها رئيس بعثة الشرف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ووزير الأشغال العامة المهندس سامي هلسي أناشيداً وتراتيلا تبين دور الأردن في نشر قيم المحبة والسلام ومحبة الآخر، إضافة إلى أناشيد وتراتيل قدمت باللغة الهنغارية. وألقى مسؤول الجوقة طعم جبارة كلمة ترحيبية بالضيف والحضور، منوها على عمق العلاقات التي تجمع الأردن وهنغاريا وعمل الفريقين على حقل السلام. بالرغم من أنه هو جاي بزيارة رسمية للدولة، لكن حاب يكون موجود معنا وقريب من المسيحيين في الأردن ومسيحيين في الشرق ويحضر هالأمسية. طبعا كان في حضور كثير كبير رسمي من وزراء ونواب وشخصيات وإلى آخره وكهنة وأباء و سفرة، هذا كمان شرف كبير لنا. بشكر الله على هالنعمة الكبيرة وبشكر الله أنه قادرين كل مالنا نقدم للأحسن. وفي نهاية الأمسية التي حضرها لفيف من المدعوين من رجال الدين والدولة، قدم سيادة المطران ويليام الشوملي ومدير عام الكاريتاس الأردنية وائل سليمان هدايا تذكارية للرئيس الهنغاري وعقيلته. يشار إلى أن الرئيس الهنغاري كان قد أكد على هامش الزيارة على أهمية الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني والرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط. وشاركت مجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الويبد بمعزوفات موسيقية تراثية أردنية نالت استحسان ورضا الحضور. غنوتي فرح سماوي، بهذا العنوان نظمت الرهبنة الوردية في مرج الحمام بعمان مهرجان الفرح الذي جمع العديد من أبناء الشبيبة من مختلف مدارس المملكة. المزيد في سياق هذا التقرير. غنوتي فرح سماوي، عنوان مهرجان نظمته الرهبانية الوردية المقدسة في مدرستها في مرج الحمام
جمع نحو 250 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية من مختلف مدارس المملكة، جاءوا بهدف الوصول إلى الفرح والجمال والحب الحقيقي. بدأ الحفل بكلمة لمديرة المدرسة الأخت ليليا النمري، أكدت فيها للشباب والشابات أن الفرح موجود بداخلنا، نحن الذي نصنعه ونحن الذين نرفضه، وهو في الحقيقة نابع من القلب، وهو نعمة كبيرة من ربنا وهبها للمؤمنين الصادقين. يعني بتربط معاني، كل مفردة لها معاني عميقة: الغناء، ترتيل، فرح، رقي، الوصول إلى المبتغى السماوي. الأسباب غنية، الأسباب متنوعة، ولكن الفرح الحقيقي، الفرح الأبدي، هو اللي بنبع من القلب. وكيف بيجي؟ بحضور ربنا. فأجمل لقاء بيغتني بحضور ربنا وبنعمته، وهذا اللي بتمنى لكم إياه. إن شاء الله دائما نعمة ربنا ترافق الجميع في كل خطوة بحياتكم. وأقيم خلال الاحتفال قداس ديني وصلوات شاركت بها الهيئتان الإدارية والتدريسية وجموع الطلبة الذين جاءوا من كل أنحاء المملكة ليتعلموا كيف يصلوا لربنا بطريقة مختلفة عن الطرق الأخرى الاعتيادية. الله حياتنا. مهرجان اسمه غنوتي فرح سماوي. هل أنا عن طريق الأغنية اللي هو عالم الشاب والصبية أنا قادر أوصل لله؟ مرات منعتقد أنه إحنا الأشياء المتوفرة لنا، خاصة الأغنية، كأنها تبعدني عن الله. اليوم بدنا من واقع الشاب والصبية اللي هو واقع الموسيقى والأغنية نرتفع لفوق، هذه كان الهدف، ونوصل أن نتسامى نحو الله. هذا الهدف كان اليوم. نشكر كتير قناة نور سات اللي دائما صراحة بتواكبنا وبتوصل كلمة الله. احنا اجينا هون كاسة فاضية ورح نطلع كاسة مليانة محبة وبركة من ربنا، حتى نكون شهود حقيقيين إله، نكون نبين إنه ربنا هو الفرح بهاي الحياة، مش أي إشي تاني. خلانا ندرك إنه السعادة موجودة بأعمال الخير، بالصلاة. خلانا نعيش جو تاني، جو بعيد عن حياتنا العادية. هذا هو مبدأ أصدقاء قديس فرنسيس، إنه يجوا ويكونوا معي شبيه موجودة بالمملكة. بنساعد معهم، نوقف معهم، نكون أي إشي إحنا موجودين مع الكنيسة ومع الشبيبة. هذا اللقاء كتير حلو، بقوي الشخصية، بخلينا نتمسك بيسوع المسيح أكتر. وكمان جد أنا بحكي لجميع إنه يشارك فيه، لأنه جد كتير حلو. نشكر مدرسة مرج الحمام عشان خلتنا نشارك بيه هذا الاحتفال الحلو. وختم مهرجان الفرح بعرض فيديو يشرح مسيرة رهبانية الوردية المقدسة ومدرستها في مرج الحمام، كما تم تقسيم المشاركين من الطلبة على شكل مجموعات لتلقي محاضرات عن السلام في الأوطان وزرع المحبة والفرح في النفوس. بدعوة من المركز المجتمعي المسكوني، ألقت الدكتورة باسمة السمعان في كنيسة الراعي الصالح الإنجيلية اللوثرية بعمان محاضرة بعنوان الإعلام الديني ما له وما عليه. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. استضاف المركز المجتمعي المسكوني في كنيسة الراعي الصالح الإنجيلية اللوثرية بعمان في لقاء السبت الإسبوعي الدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب فضائية نورسات في الأردن، والتي قدمت محاضرة قيمة أثرت الحضور حملت عنوان الإعلام الديني ما له وما عليه. شهد المحاضرة عدد من رجال الدين المسيحي والإسلامي وجمع من إعلاميين ونخبة كبيرة من المثقفين من كافة الفعاليات الرعوية والشعبية. واستعرضت الدكتورة السمعان لأهم المراحل التي أنتجت إعلاماً دينياً ركز على عناصر اللقاء بين الإنسان وخالقه. كما تطرقت السمعان لمرحلة انهيار الاتحاد السوفيتي وما نتج عن هذه المرحلة من تحولات نقلت الفكر البشري من النظرة المادية نحو العودة إلى الجذور الروحية والقيم السماوية.
وبعد أن قدمت السمعان محاضرتها فتحت باب النقاش مع الحضور، كما أجابت على أسئلة ومشاركة المتفاعلين مع موضوع المحاضرة، حيث تحدثت عن خبرتها الشخصية في نورسات من رسالة هذه الفضائية التي اتسمت بصفات المحبة والسلام والتلاقي. تعتبر كنيسة القديس شربل للموارنة من أجمل الكنائس في المملكة، نظراً لموقعها الخلاب وسط غابات الصنوبر والأشجار الحرجية. عدسة نورسات وضمن سلسلة حلقات كنيستي زارت الكنيسة وأعدت التقرير التالي. بين تلك الجبال والغابات الحرجية تقع كنيسة للموارنة على أرض في منطقة مرج الحمام بعمان، تحمل اسم القديس شربل الذي عاش في بلادنا العربية وذاع صيته في أرجاء المعمورة. نتوقف نحن وإياكم اليوم لنسرد لكم محطات تاريخية في نشأة هذه الكنيسة التي تقشعر لها الأبدان حينما تدخلها. كنيسة القديس شربل تعتبر أول كنيسة مارونية في الأردن، ففي عام 1998 منح جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال أرضاً للبطريركية المارونية ليشيد عليها الكنيسة. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. وفي نفس العام بارك غبطة البطريرك الكاردينال مار نصر الله صفير أعمال البناء ووضع الأساسات اللازمة. وفي 9 من تشرين الأول عام 2003 دشن غبطته القسم الأول من المركز الماروني برعاية كريمة من جلالة الملك عبد الله بن الحسين الثاني. وفي عام 2005 وضع غبطة البطريرك صفير حجر الأساس ليتم العمل على بناء الكنيسة التي أشرف عليها بكل محبة الخورسقف آنذاك جورج شيحان. يبلغ ارتفاع الكنيسة ما يقارب 15 متراً وعرضها ما يقارب 20 متراً. يميز الكنيسة من الداخل الحنية التي رسم عليها أيقونة القديس شربل يعلوها رب المجد يسوع، وعلى جانب الكنيسة يوجد مزار صغير فيها أيقونة وذخائر للقديس ليتبارك منها كل قاص ودار. في جوار الكنيسة مرافق متعددة بنيت حديثا، حدثنا عنها كاهن الرعية الأب سامر زكنون وأشار أيضا إلى الفعاليات والأنشطة. بالرعية نحن بالإضافة لمبنى الكنيسي اللي هو المبنى الحالي الموجود، في عنا المرافق الأساسية اللي هي بيت الكاهن، البيت الكاهن المؤلف من طابقين، طابق الأول اللي هو مكاتب مكتب الرعية ومكتب صالون الاجتماعات وصالون صغير، بالإضافة للصالون الكبير للصالون الرسمي اللي هو جديد استحدث، وايضا الصالون الببليك العام اللي بحبوا انه يقعدوا فيه العالم بشكل هيك بسيط. وعندنا بالمرافق الموجوده هون بالكنيسه عندنا الطابق التحتاني اللي تحول للفويه اللي كان بسنه قبل 3 سنين استقبلنا فيهم اخوتنا العراقيه وعودنا جددنا هالمكان هذا وصرنا نستقبل فيه الحجاج اللي بيجوا من كل الاماكن. أكيد للفوية في المطبخ، في قاعة الأكل، في اللوبي للاجتماعات للقاءات، وعنا المكان القاعة الكبيرة يلي كانت هي بالبداية قبل ما تدشن الكنيسة كانت هي الكنيسة، كنا هناك نقدس ونقيم الاحتفالات فيها. بالإضافة كمان بالمبنى ذاته في عنا اقتطعنا جزء منه وأسسنا حضانة القديسة أكوالينا. بالإضافة عنا البستان، بستان مار شربل أو الحديقة الدير
يلي بتستقبل كل الناس اللي بحبهم يجوا يقعدوا ياخذوا متنفس مع عائلاتهم، يشووا يتسلوا يقضوا نهارهم. ايضا عندنا كمان المكتبه، يلي المكتبه هي انا بسميها كمان، بما انه الرعيه نحن هون رعيه مار شربل، هي مركزيه بالعمان، لان بتحضن جهتين كثير صعب انه بين قوسين يتلاقوا، ولكن بيلتقوا بمار شربل اللي هن اللي جايين من فلسطين على الاردن ما قادرين يروحوا على لبنان بيجوا لهون، واللي جايين من لبنان على الاردن اللي ما بيقدر يفوتوا على فلسطين او على الاراضي المقدسه. الخشب اللي موجود هون اللي بتشوفوه، الباب الكبير والضخم، هو كله صنع في لبنان. المذبح معمول من صخر اردني منحوت بشكل طولي. في يمكن مشروع ان شاء الله لقدام انه ينعمل شيء مميز للاردن، وهو من فسيفساء، ينعمل العشاء السري من فسيفساء، وان شاء الله بيكون هالشيء جاهز. اكيد بالرعيه في عنا مجلس وقف اللي هو يعنى بكل شؤون الامور الكنيسي، املاك الكنيسي وكل ما يخص الكنيسي. والاضافه لانه عنا جوقه، كمان جوقه رائعه جدا بتخدم الأدديس وبتخدم الاحتفالات وبتخدم كل ما يتعلق بالأكاليل والعمادات. في تعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيس ضفنا يسوع الرقيق. كان في متبرعين كتير، متبرعين من كل الطوائف، ومتبرعين إسلام ومن كل الجنسيات. وكان أبونا جورج شيحان لما كان أبونا هلأ صار سيدنا كان يقول لي يا بنتي الله بيدبر. تيجي التبرعات من حيث لا تعرف، ناس كانت تتبرع بالمصاري وناس كانت تتبرع بالعمل اللي يقدم كل هذا الحكي، وما تعرف كيف كانت تيجي المصاري. افتتاح الكنيسة كان ب 8 أيار 2010، كان سيدنا صفير وسيدنا بولس السياح اللي كان هو مطران حيفا والأراضي المقدسة، وأبونا جورج شيحان هم اللي افتتحوا الكنيسة. الكنيسة هون حلاوتها إنه عم تجمع من كل الطوائف، ما في بس موارنة لحال، في ناس كتير بيحبوا الموارنة، أصدقاء للموارنة بيجوا وإجوا كلهم، كان في باصات معبية كتير، يمكن كان في فوق 1500 شخص كله برا بالساحة. اجت الكشافة غنوا ورقصوا على افتتاح الكنيسة، وكان قداس كتير رائع. لما اجا مونسنيور جهاد نصيف كان عم يعمل هون بيت مار شربل للرياضات الروحية، فكان تمثال مار شربل محطوط قدام البيت بطريقة انه رح يخرب رح يروح منظره، فنقلوا قدام شجرة الزيتون. شجرة الزيتون صارت تورق وصارت تعطي زيتون. المعروف إنه الزيتون سنة إيه سنة لا بيعطي، إلا شجرة مار شربل كل سنة بتعطي زيتون. يا مار شربل، يا إناء طيبا للقداسة، فاح عطرك في كل المسكونة، تضرع لأجلنا. بك تجددت حياتنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل ضيق. نظم مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان لقاء تشاوريا حول الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بحضور فعاليات محلية ودولية. ويسعى اللقاء إلى تشجيع مشاركة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقارير
التي من شأنها النهوض بنوعيتها وتحقيق النتائج المرجوة منها. طبعا أهمية هذا اليوم التشاوري هو اللي بعطي بعد لمدى الشراكة ما بين الحكومة والمجتمع المدني من أجل تحسين واقع حقوق الإنسان، وهذه فرصة لمؤسسات المجتمع المدني حتى تقيم التقرير راح يتناقش في جنيف يوم 23/11 من هذا العام، ليتم الأخذ بالتوصيات والملاحظات ليتم التعامل معها أثناء المناقشة في جنيف. وهذه من الفرص اللي احنا بنعتبرها فرص نادرة ومن النماذج اللي ممكن ان هي بالفعل تناسب حقوق الإنسان للمرحلة القادمة. ترأس المطران ويليام الشوملي، مطران اللاتيني في الأردن، القداس الإلهي بمناسبة تجديد الوعد الكشفي وإطلاق شعار هذا العام قائدي ومخلصي لمجموعة كشافة ومرشدات اللاتين في الزرقاء الشمالي. إلى التفاصيل. احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات اللاتين في الزرقاء الشمالي بتجديد الوعد الكشفي وإطلاق شعارهم لهذا العام قائدي ومخلصي. كان ذلك بقداس إلهي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي، مطران اللاتين في الأردن، عاونه فيه الأب إياد بدر وعدد من الأباء الكهنة الأجلاء. إن لم تجعلوا في قلوبكم أن تؤدوا مجدا لاسمي، قال رب الجنود، أرسلوا عليكم اللعنة. أرنا يا رب رحمتك. لياقد يعقوب على الرب، الرب الرجاء، الآن وما طال البقاء. فإن الآن نفك ونحمد الله على أنكم لما تلقيتم ما أسمعناكم من كلام الله لم تتقبلوه على أنه كلام بشر، بل على أنه كلام الله حقا يعمل فيكم أنتم مؤمنين. نصلي من أجل ملكنا المحبوب عبد الله الثاني بن الحسين وكل من يساعده، كي يمنحهم الرب الحكمة والبركة ليقودوا وطننا الغالي إلى كل خير وأمان. نصلي من أجل أهلنا كي يمن الرب عليهم بالصحة والفرح ويجزل نعيم عطاياه السماوية وبركاته ويحفظهم سالمين. نقدم لك يا رب شعار هذه السنة، قائدي ومخلصي. لقبالنا قربا حضر القداس عدد من الأخوات الراهبات وعدة مجموعات من الحركات الكشفية من رعايا المملكة وحشد كبير من المؤمنين، كما أحيت جوقة الرعية الترانيم خلال الصلاة. وفي عظة القداس أشار المطران الشوملي لأهمية الخدمة الكشفية في الكنيسة ولضرورة ديمومتها لتحيي الرعية بالاحتفالات والنشاطات، كما أوصاهم بأن يكونوا مليئين بالحكمة والنعمة وأن يسعوا جاهدين ومواظبين بحياتهم الروحية، قائلا لهم: لا تكونوا كشافة تقوم فقط على المظاهر الخارجية والموسيقى والمسيرة، لأن الحركة الكشفية ليست مظهرا بل هي جوهر. نعم، اليوم احتفلنا مع تقريبا 100 من الكشاف والمرشدات والأشبال والزهرات بتجديد الوعد الكشفي. هذا يتم مرة بالسنة، وكلفنا الإدارة من جديد بأن تستمر في العمل. وأهم شيء كان العظة، لأنه في الإنجيل المقدس يسوع يركز على 3 صفات يجب أن تتواجد في المسؤولين. هذه الصفات هي أولا الصدق، أي الاستقامة والشفافية. الصفة الثانية الخدمة، والصفة الثالثة التواضع. وكونها وردت هذه الصفات في الإنجيل المقدس اعتبرناها مناسبة للكشافة، وطلبنا منهم أن يكونوا صادقين، يتمتعون بروح الخدمة وبالتواضع المطلوب. وبعد عظة القداس ألقى قائد المجموعة ركان فخوري كلمة رحب فيها بسيادة المطران الشوملي وجميع الحاضرين لمشاركتهم هذا اليوم، موضحا بأن الكشافة في الكنيسة هي مهمة سامية تسعى دائما لتجسيد كلمة الله بين أعضاء المجموعة. إن الحركة الكشفية
التي نعتز بها ونفتخر بوجودها في كنائسنا هي حركة مبنية على أساس إيمانياً وكنائسياً واضحة، ندعمها ونؤازرها بكل ما عندنا من عزم. كونها جزءاً أساسي في حياتنا وحركتنا مهمة تعمل على تنشئة الأجيال وإخراج مواطن صالح. وكما قدم القيادة الجديدة لهذا العام لسيادته ليسلم كتب التكليف لهم. ومن ثم جددت المجموعة الوعد الكشفي أمام مذبح الرب بكل خضوع ووقار. وفي نهاية القداس شكر كاهن الرعية الأب إياد بدر سيادة المطران لمشاركته القداسة بين أبنائه في محافظة الزرقاء. نشكر الله على كل شيء، نشكر الله أننا نعيش في بلد دائما يعيش في أمان واستقرار بالقيادة الهاشمية، ونصلي دائما من أجل هذا البلد العزيز الوطن الغالي الأردن أن يحميه ويحمي شعبه. فأنا بالفعل اليوم شعور كبير وقوي كثير على الوعد الكشفي والقيادة الجديدة، وبعدين كمان قائد ركان بيعطي مثل صالح كقائد ومعلم مثالي للكشاف، وبشكر ربنا على وجود الكنيسة وكل إنسان بيساعد وبدعم الكشاف. واليوم فرحة كبيرة بحدود 120 عضو بالرعية، معناته الكشاف في ثمار، الكشاف بيشتغل بكل أمانة وإخلاص وبيعطي من كل قلبه وعنده وسائل وأساليب تجذب أبنائنا للكنيسة. طبعا الوعد بالنسبة لنا هو التزام حر ودائم بدون إكراه للأفراد لاتجاه المجموعة، طبعا بكافة الأبعاد تبعته، هي التزام نحو الله بكامل الحرية بكامل الوعي، التزام نحو الآخر والتزام آخر هو نحو الذات، يعني العضو الكشفي بيلتزم بالثلاث أبعاد هاي. وفي ختام الاحتفال التأم الجميع في ساحة الكنيسة لتبادل التهاني بالعام الكشفي الجديد وسط معزوفات للفرقة الموسيقية التابعة للكشاف. للسنة الثالثة على التوالي يستعد مكتب فضائية نورسات الأردن لإقامة بازار الرحمة الثالث في مطلع الشهر المقبل، ويشتمل البازار الذي سيقام في ساحة كنيسة العذراء للروم الكاثوليك جبل عمان على أكبر مغارة ميلاد في الأردن، وأشغال يدوية ومنتجات متنوعة ومستلزمات عيد الميلاد، إضافة إلى تقديم عروض فنية وموسيقية لجوقات متعددة. وذكرت الدكتورة باسمة السمعان مديرة المكتب أن الهدف من إقامة البازار هو بث روح الدفء الذي اعتاد الأردن على منحه لكل محتاج على أرضه، موضحة أن البازار هو مبادرة بسيطة لتشجيع عدد من العائلات الأردنية والعراقية المهجرة على جني المال بطريقة لائقة تضمن كرامة الإنسان وسد احتياجاته المعيشية. بازار الرحمة الثالث. يدعوكم مكتب فضائية نورسات الأردن للحضور والمشاركة في بازار الرحمة الثالث تحت رعاية قدس الأب الأرشمندريت نادر صوق راعي كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك في جبل عمان بمناسبة يوبيله الفضي الكهنوتي، وذلك في الأوقات التالية: بتنظيم من شبيبة الأردن للدراما المسيحية،
جوقات متعددة تبدأ الساعة 7 مساء. حفلات أطفال يومية تبدأ الساعة 6 مساء. أكبر مغارة ميلاد في الأردن. لمتابعتنا عبر بمحبة نلقاكم. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. احتفاء بالرئيس الهنغاري، أمسية روحية بعنوان الأردن بلد السلام. الرهبنة الوردية في عمان تقيم مهرجان الفرح لشبيبتها في المملكة. الدكتورة باسمة السمعان تحاضر في مراحل نشوء الإعلام الديني في المركز المسكوني. كنيسة القديس شربل للموارنة في عمان ضمن حلقات كنيستي. نورسات تنظم بازار الرحمة الثالث في مطلع الشهر المقبل. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursatjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.